حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين. أهلا ومرحبا بك في نشرة الثالثة. إذا ما هي آخر التطورات حول التعاون بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية؟ بداية أود أن أؤكد على التعاون القائم ما بين مملكة البحرين ومنظمة الصحة العالمية والحرص المشترك على تنمية مسارات التنسيق والدفع بها لتحقيق التطلعات والرؤى المنشودة، حيث يعمل مكتب منظمة الصحة العالمية في البحرين على إدراج الأولويات الوطنية في السياسات العالمية. يعمل مكتب المنظمة في مملكة البحرين على استخدام أدوات عالمية وإقليمية لتطوير البرامج العمل الاستراتيجية المشتركة وتعزيز المشاركة الهادفة مع النظراء والشركاء الوطنيين ورفع قيمتها من خلال توفير المساحة المثلى لتسهيل التعلم المتبادل لتعزيز تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالأخص الهدف الثالث بشأن الصحة الجيدة والرفاه لضمان تمتع الجميع بأنماط صحة صحية ورفاهية لجميع الأعمار. نعم دكتورة، ماذا عن أحدث البرامج ومذكرات التفاهم والاتفاقيات وورش العمل والتي تعقد بين مملكة البحرين والمنظمة؟ حقيقة هنالك عدد غير قليل، فإن المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في البحرين يعمل عن كثب مع القطاعات الصحية والأخرى ذات العلاقة بالصحة على تنظيم مجموعة واسعة من ورش العمل والتدريب لبناء وتعزيز القدرات الوطنية من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وبلوغ الغايات الأخرى المتعلقة بالصحة والأهداف الأخرى للتنمية المستدامة. أحد الأمثلة الرئيسية هو ورشة العمل الوطنية لتعزيز مهارات القائمين بالاتصال، والتي حضرها نخبة من العاملين في الوزارات والقطاعات المختلفة. ومن مخرجات هذه الورشة تقديم الرسائل الصحية التوعوية والمحتوى الاتصالي للأفراد والمساعدة في الوصول لفهم أفضل للمجتمعات من أجل تحقيق الهدف الثالث من التنمية المستدامة والمتمثل في الصحة الجيدة والرفاه. مكتب منظمة الصحة العالمية في المملكة يعمل مع وكالات الأمم المتحدة تحت إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجالات التنمية المستدامة، ووفق خطة عمل مشتركة تعكس جميع الأنشطة والمساهمات فيما جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، والتي يتم تنفيذها بشكل مشترك مع التنسيق مع وزارة الخارجية ككيان واحد يتطلع إلى عدم ترك أحد خلف الرمى. لقد سعت جهود مملكة البحرين إلى إنشاء بيئات حضرية داعمة وممكنة للصحة من خلال توقيع خطاب للتعاون ما بين المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في البحرين ومحافظة العاصمة ومحافظة المحافظة الشمالية، وذلك لتوسيع نطاق تنفيذ برنامج المدن الصحية بما يتجاوز المدن الفردية ليشمل المحافظات بأكملها. فعلاوة على ذلك، فقد انضمت المحافظات الأربع إلى شبكة المدن الصحية وشاركت في ورشة عمل لتبادل الخبرات واكتساب رؤية قيمة حول أفضل الممارسات في توسيع مبادرة المدن الصحية، وقد حضرها جميع المحافظات بالإضافة إلى أعضاء لجان وممثلي المدن الصحية في المملكة، حيث تم مناقشة التحديات والفرص لتعميم البرنامج على جميع المحافظات في المملكة. نعم الدكتورة تسنيم عطاطرة، ممثل منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.